السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. مشاكل ومعوقات ورثتها الحكومة الحالية بتركة ثقيلة كانت إحدى أهم أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بالتالي صفقات الفساد وتهريب العملة كلها إجراءات تسهم في انهيار الدينار العراقي وما لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العام. فمن هذا المنطلق سعت الحكومة للتباحث مع أمريكا لإيجاد صورة حل تسهم بخلاص البلد من وخروجه من بوتقة أزمة نيران الأسعار، حيث اتخذت إجراءات اقتصادية عبر توسيع منافذ بيع العملة ومطاردة مهربيها. اليوم ممكن القول أنه تم التفاهم مبدئيا على زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن لإجراء خطوات حقيقية فعالة وعقد الاتفاقات للحفاظ على استقرار وتوازن العملة في البلد. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لهذه الليلة راح نتابع تنفيذ الأولويات اللي نص عليها برنامج الحكومي وحكومة الخدمة الوطنية في دعم القطاع الصحي وتحقيق نقلات نوعية تتناسب وحجم الحاجة. دخلت الصحة العراقية في تفصيلات هذا البرنامج ووصلت عند محطة توطين الصناعات الدوائية، طبعا هنا داعمة ومشجعة للاستثمار في هذا القطاع، وهذا العمل ضمن استراتيجية الحكومة وجهودها في تحقيق الأمن الدوائي كمتطلب أساس تحتاج الشعوب، شأنها شأن التعليم والأمن والعيش الرغيد. لتحقيق نتائج توصل هذه الصناعة إلى مستويات متقدمة ولتلتحق بمثيلاتها اللي حققت طفرات جعلتها تحتل المراكز الأولى كأكبر الصناعات العالمية وأعظمها عائدا. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذه الملفات بمعاييتكم تباعا ونناقشها مع ضيفنا الكرام، كونوا معنا. جرت خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات هاتفية ومباحثات بين الحكومة العراقية والمعنيين على الصعيد الخارجي واتخاذ بعض الإجراءات على الصعيد الداخلي أيضا، بالتالي هذه الخطوات مهدت إلى أن تكون هنالك خطوات فعلية مرتقبة يعول عليها تتمثل بذهاب الوفد العراقي إلى واشنطن. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي عادة أن الزميل هو الشمالي. معركة الدينار العراقي والدولار شرفت على وضع أوزارها خلال الأيام القلائل المقبلة بعدما تم من تفاهمات بين بغداد وواشنطن باتخاذ جملة قرارات وإجراءات للحد من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، وما يمكن أن يترتب على ذلك الارتفاع من تبعات سياسية تقوض الاستقرار وتعيد مشهد الإرباك والاضطراب الذي ألقى بظلاله الثقيلة على الشارع العراقي. يعني أنا أعتقد بأن جولة التفاوض ما بين وفد البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي في تركيا، أنا أعتقد بأنه كانت هناك مخرجات إيجابية، وهذه انعكست حقيقة على سعر الدولار من خلال انخفاضه. أنا أعتقد بأن هنالك اتفاقا مبدئيا ما بين الجانبين الذي يمهد لذهاب وفد كبير إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية السيد فؤاد حسين. أنا أعتقد بدأنا نخرج من الأزمة، وبالتالي هنالك تفاهم ما بين الجانبين من أجل أولا إرجاع الدولار إلى سعره، وكذلك يكون هنالك تفاهمات ما بين الجانبين. فالقرارات والإجراءات المتخذة لكبح جماح الفساد تسهم بتخفيف كاهل المواطن، وهذا ما اتضح بتخفيض أسعار الدولار في المصارف العراقية بشكل طفيف مع الوعود والتعهدات التي تم التفاهم عنها لخفض قيمة الدولار خلال وقت قصير، وبالتالي تؤثر إيجابيا على عودة الاستقرار إلى السوق. عقد اجتماع بين البنك العراقي بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي في إسطنبول، وتمخض هذا الاجتماع عدة تفاهمات وعدة قرارات، وبعد هذا الاجتماع لمسنا هناك تراجع في سعر الدولار أمام الصرف العراقي، وصرح الوفد العراقي هناك اجتماع آخر سوف يعقد في واشنطن، وبالتالي هذه كلها خطوات تسعى لتخفيض سعر الدولار. فعمليات التحويل المالي بطرق غير رسمية ولا قانونية تحت سيطرة إجراءات صارمة يتخذها رئيس مجلس الوزراء من خلال تنظيم ومراقبة عمل المصارف ووضع الشروط لتفادي التلاعب بأسواق العملة. فعلى الصعيد الداخلي والخارجي حكومة الخدمات
تتخذ آليات للحد من استغلال ارتفاع الدولار وتأثيره على قوت المواطن. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله، ورحب بضيفي الكريمين استاذ صباح العقيلي عضو مركز الهدف التحليلي السياسي. حياك الله استاذ صباح ضيفا كريما. حياكم الله استاذ احمد. اهلا مرحبا بك. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي. اهلا بك استاذ نبيل. ابدا مع حضرتك استاذ صباح، نتحدث عن بما يحدث حاليا. يعني هنالك اجتماع لقيادات الاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف النصر الدكتور حيدر العبادي، بالتاكيد بان هناك بعض الإجراءات التي من الممكن أن تكون هي سياسية، هي برلمانية، هي حكومية في ذات الآن لحلحلة هذه المشاكل، أو لربما خلينا نخصص هذا الموضوع للتفاهم مع واشنطن في خصوص سعر الصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، وكرر التحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولقناة ومشاهدي الأيام الفضائية. يعني بلا شك نحن كنا في أزمة، و يعني ضمن التقرير الذي قدم من قبل قناتكم الكريمة بأنه بدأنا نخرج من هذه الأزمة ضمن تفاهمات، وهذا حقيقة مؤشرات ومعطيات إيجابية نستطيع أن نقول بأن قد بدأنا أن نخرج من هذه الأزمة. لكن هذه الأزمة قد أثارت جملة من القضايا، قد تكون القضايا الداخلية وقضية إجراء تغيير في السياسة النقدية للدولة العراقية، وكذلك بأنه أصبح واقعاً بأن السيد السوداني عندما يطمح وأن يكون لديه رؤية استراتيجية لعدم الاعتماد على تصدير النفط، وبالتالي الآن تفعيل القطاع الصناعي اللي هو جزء من القطاع الدوائي وباقي القطاعات. أنا أعتقد الآن الاجتماع اللي يدور داخل الإطار هو يؤكد على بعض النقاط التي سوف يتم نقاشها عندما يذهب الوفد إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية السيد فؤاد حسين. وأنا أعتقد بأنه من أولويات هذا جولة التفاوض والتفاهم هي قضية الجانب الاقتصادي وجانب الدولار. هذه القضية حقيقة يعني دار حادث كثيرة، قد تكون الآن شغل الشارع وكل الأروقة السياسية والإعلامية هي قضية الدولار، وبالتالي نحن عندما نشخص الحالة كما يشخص الدكتور الحالة يستطيع أن يصل إلى نسبة الشفاء لهذه القضية. الحل لهذه القضية لابد أن تبدأ من التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك واقع لابد أن نتعامل معه، بأن صادرات النفطية تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي الآن هم يسيطرون بشكل كامل على النقد الدولة العراقية الذي يخرج حيال تصدير النفط. إذن أنا أعتقد بأن التفاهم نعم، يعني ورد بأن هنالك عملية رقابة شمول العراق ضمن منصة أوفاك اللي هو يتبناها البنك الفيدرالي الأمريكي بقضية مراقبة الأموال التي تخرج من العراق، وأن يكون هنالك رقابة يعني دقيقة حول الأموال التي تخرج. هذا ما طرح من قبل الولايات المتحدة، وإن كان الحكومة العراقية هي معنية بقضية هذه الأموال التي تخرج، وهذا هي مرتبط بسيادة الدولة العراقية. لكن هنالك واقع لابد أن الوفد الذي سوف يذهب إلى واشنطن أولا لابد أن تكون هنالك تفاهمات بقضية السعر الدولار، وأن يكون هذه القضية هي مرتبطة بمصلحة الدولة العراقية والسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي. ثانيا قضية هذه الأموال التي تحفظ الآن. نعم. العراق التزم بكل البنود الأممية حيال تسديد كل القروض، وأنا أعتقد بأنه الكويت هي آخر القائمة في قضية التزام العراق بالتعويضات. إذن لماذا أموال الشعب العراقي، أموال تصدير النفط هي الآن في عهدة البنك الفيدرالي؟ وبالتالي أنا أعتقد الآن ليس هنالك ضامن بعودة هذه الأزمة من جديد إذا ما تحل بشكل جذري، والحل هو انتقال هذه الأموال إلى البنك المصرف أو البنك العراقي. وأنا أعتقد هذا أعتقد هو جزء من استقلالية الاقتصاد العراقي. أما إذا جاء الوفد أنا أعتقد بأن هنالك حديث بإعطاء العراق مهلة 9 أشهر
لترتيب أوراقه، وكذلك بأن العراق لابد أن يكون لديه خطوات في قضية الحد من تهريب الدولار خارج العراق. أنا أعتقد هذه قضية إجرائية ومرتبطة بإدارة الحكومة الحالية. أما أن يكون هنالك إملاءات من جانب الأمريكي، نعم هنالك حديث بأن هذه القضية قد تكون تخفي وراها أهداف للولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون القضية مرتبطة بالتواجد العسكري الأمريكي، بقضية الذهاب إلى الصين، بقضية التقارب مع الأردن، بقضية علاقات العراق مع الجمهورية الإسلامية أو مع محور الممانعة. إذن أنا أعتقد بأن هذه الخطوة التي اتبعها الجانب الأمريكي قد تخفي وراءها أهداف أو محددات ممكن حقيقة ترسم مسار خطوات الحكومة السيد السوداني. طيب أستاذ نبيل الجدتر، حابب حضرتك يتحدث ضيف الكريم الأستاذ صباح الأجيلي بهذه الخطوات المتخذة سياسيا، ولكن من وجهة نظر اقتصادية هنالك نواب أشاروا أن الفيدرالي الأمريكي أعطى فرصة للبنك المركزي العراقي لاستعادة فرض سيطرته على المصارف والشركات اللي تقوم بتهريب العملة. بهكذا حالة، هل من الممكن أن تكون هذه الفترة كافية؟ وهذه الفترة كيف ستكون آثارها على سعر الصرف؟ نعم، بالبداية تحية لكم لمشاهديكم الكرام، وأيضا تحية لضيفك الكريم. طبعا عندي ملاحظة في يعني احنا ليش نسيس القضية بالدرجة الأولى؟ ليش ناخذ لها جانب سياسي بالدرجة الأولى ونتناسى انه هي اصلا هي قضية فنية، قضية بالأساس هي قضية فنية. هل الفيدرالي اصبح أداة سياسية أمريكية مباشرة بالضغط على الحكومة السوداني؟ شلون احنا نجاوب على هذا السؤال بنعم او لا؟ نجاوب بلا، لسبب واحد، ان هناك اتفاقية صار لها سنتين بين الفيدرالي الامريكي وبين البنك المركزي العراقي من اجل انهاء عمليه وشبهات تمويل الارهاب وغيرها من القضايا. اتفاقيه من سنتين والها موعد لوضع منصه، وهذه المنصه يعني راح تغير من طبيعه الحوالات التجاريه بالعراق. اذا القضيه هي مو وليده هذه اللحظه حتى احنا نربطها باثر سياسي، باثر مرتبط بتشكيل حكومه وغيرها من القضايا. القضية قد تكون هي فنية بالدرجة الأولى، وقد تكون هي يعني بداية لحل العراقيين أنفسهم. أموال العراقيين تخرج بدون ما نعرف هدفها، أسبابها، تمويلها، هل هي جزء منها ممول للإرهاب؟ هل غسيل أموال جزء منها ممول للإرهاب؟ نفس الإرهاب اللي ذبح العراقيين، يعني أموال داعش شلون كانت تجي؟ ترى بنفس الطرق ونفس الآليات، هذه نفس الطرق مال غسيل أموال ونفس الآليات اللي كانت تدخل لداعش وتمول لداعش. فالقضية قد تكون هي ذات بعد فني بالدرجة الأولى. احنا كعراقيين الكثير من عندنا ذهبوا باتجاه تسييس القضية، وذهبوا باتجاه إجراء مفاوضات، في حين المفاوضات هي حتى مفاوضات مع الفيدرالي هي مفاوضات فنية. احنا إذا نقدر نقول، إذا نريد نحدد المشكلة، قد نصل إلى حقيقة واحدة، إنه الإدارة السابقة للبنك المركزي هي فشلت، هي التي فشلت، هي المتسببة بالأزمة. ليش متسبب بالأزمة؟ يعني أنت عندك فرصة لمدة سنتين ومطالبات بقضية أنه أنت تنهي هذا القضية مال غسيل أموال، وعندك فرصة وتحاول تكيف وضعك، لكن كإدارة أنت كل شيء ما سويت، قاعد تصاخن وانتظرت إجة الموعد، إجة موعد تطبيق المنصة وأنت ما مستعد ولا مكيف الوضع العام والوضع التجاري العام بالبلد، واللي حيصير به تغيير أشبه بالشبه جذري، فأنت ما كنت مستعد لهذا الموضوع. وصار لي صار هسه احنا نريد ندارك هذا الموضوع بيوم وبين يوم ويوم وبين يوم وليله، نريد ندارك هذا الموضوع ما نقدر نداركه، لان هذا سلوك عام للتجار بمشكله. هل الفيدرالي الامريكي او الخزانه الامريكي وضعت قيودا على المال العراقي؟ اطلاقا ما موجوده قيود. روح هسه اي شخص يريد يحول بشكل نظامي، حول 50 مليون دولار، حول 100 مليون دولار، اي رقم تريده بتحويل بطريقه نظاميه عن طريق اعتماد او عن طريق طريقه نظاميه، كذلك مؤسسات الحكومه تحول بطريقة نظامية، ماكو أي مشكلة على الحوالات. مو يومية احنا عندنا حوالات بحدود 30 مليون دولار، لكن تحدث لي عن بقية الحوالات اللي يديروها التجار، وخصوصا صغار التجار اللي متعود ياخذ اسلوب بسيط، ما متعود على اجراء حوالات نظامية رسمية، اللي هو الطالب بي الفيدرالي الامريكي يقول لك خلينا نضع التجارة العراقية على المسار الصحيح.
صحيح. هذه من وجهة نظر اقتصادية فنية صرفة. مؤشرات. اكو مؤشرات سياسية، ما عندي مؤشرات سياسية، نتحدث بالاقتصاد السياسي ونتحدث بالسياسة والتحليل السياسي. ما عندي مؤشرات سياسية تدل على ضغوطات أمريكية مباشرة على الحكومة العراقية. احنا ليش نتجه إلى هذه القناعات؟ ما أعرف. ليش نتجه إلى هذه القناعات أنه احنا نريد نخلي رقابنا بيد الغير ونفترض أنه القيود؟ مو هذا خربطة داخلية. طيب. وهذا خربطة متسببة إلها فوضى منذ 20 سنة. أستاذ نبيل خلينا نذهب إلى أستاذ صباح. أستاذ صباح يعني يعتقد السيد نبيل العلي بأنه ماكو هنالك ضغوطات سياسية، بالتالي هي المسألة فنية واقتصادية بحتة، ولاحظ بأنه بين ليلة وضحاها رغم أن الأزمة قديمة ولكن بين ليلة وضحاها بدأ سعر الصرف يقفز بشكل مضطرد، أثر على المواطن العراقي، أصبحت هنالك أزمة. ونتحدث عن ما تقوم به الحكومة، رئيس الوزراء يجتمع بالقصر الحكومي بالكثير من الشخصيات سواء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أيضا هنالك اجتماع عقد اليوم الأحد مع رؤساء المجالس والمدراء العامين والمفوضين المصارف الحكومية والأهلية، حتى الغرض من هذا الموضوع وضع الترتيبات وترتيب الأولويات، إجراءات السيطرة على سعر الصرف، وهنالك أيضا إجراءات قانونية وأمنية تحد من هذا التلاعب. بالتالي أنه كل هذا نعتبره أنه ما عندنا مشكلة، لو هي المشكلة بنيوية أم سياسية أم أن المشكلة في الاقتصاد. يعني أنا تحدثت بشكل واقعي بأن الأموال الصادرات النفطية تذهب إلى البنك الفيدرالي، وبالتالي الآن بعد اجتماع في اسطنبول ما بين الوفد العراقي وممثل البنك الفيدرالي انفرجت الأزمة. إذا 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 كانت الولايات المتحدة ليس لها علاقة بارتفاع الدولار، كيف يتم التفاوض مع الجانب الأمريكي؟ كيف يتم إذهاب وفد كبير برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن؟ إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تفتعل الأزمة. ثانيا هنالك قد يكون سؤال بأن لماذا بهذا التوقيت، لماذا لم يتم إثارة هذا الموضوع في حكومة السيد الكاظمي؟ وأنا أعتقد بأنه في حكومة السيد الكاظمي تم طرح قضية النظام سويفت العالمي، لكن هو الحكومة السابقة تأخرت. أما الحكومة التي لم يمضي على عمرها 3 أشهر وإثارة هذه القضية، والكل يعلم جيدا بأن السيد السوداني هو محسوب على الإطار، والإطار لديه مواقف حيال التواجد العسكري الأمريكي. هذا الأمر نعم قد يكون هنالك تقصير من قبل البنك المركزي العراقي وإقالة المحافظ والإتيان بالسيد العلاق، قد يكون هنالك لديه وجهة نظر وهو لديه باع طويل في إدارة دفة البنك المركزي العراقي. نعم هنالك إجراءات، لكن الأزمة يعني مصدرها الأساسي هو الولايات المتحدة، مثل ما تعرف بأن هنالك إطلاقات للأموال باحتياج الدولة العراقية. الجانب الامريكي وهذا باعتراف يعني في لقاء السفيره الامريكيه في بغداد، وبينت بانه نحن من فرضنا رقابه على هذه الاموال، وبالتالي قلب بل حتى تم فرض عقوبات على بعض المصارف. فبالتالي انا اعتقد بان الولايات المتحده الامريكيه هي تتحمل مسؤوليه هذه الازمه، والسبب الآن نرجع من جديد ونقول لماذا نتفاوض مع الجانب الأمريكي إذا كانت هي أزمة داخلية، وإن كان يعني أزمة داخلية وفنية بحتة مثلا ممكن معالجتها من قبل البنك المركزي العراقي ومن قبل الحكومة. اسمح لي استاذ صباح بهذه الجزئية إذا تسمح يعني لي هذا حقيقة بأنه لحد الآن أموال الصادرات النفطية تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي ولا بهذه الحالة نتحدث عن القطبية. أستاذ صباح اسمح لي نتحدث عن القطبية، يعني بأول جولة تفاوض مع الجانب الأمريكي انخفض الدولار بشكل كبير جدا. نعم هو في باتجاه الانخفاض، هذا واقع. يعني احنا ما نريد يعني وسائل الإعلام ما نريد نغش المواطن العراقي. طيب. بل احنا نطرح الحقائق حتى لا نتجنى على حكومة السيد السوداني ونعيد كرة حكومة عادل عبد المهدي، وهذا انا اعتقد بها عصا غليظه المتحده الامريكيه ضمن اهدافها اللي طرحت في وسائل هنا. استاذ صباح يعني خليني اقاطعك، حزم التسهيلات استاذ نبيل وحوالات الداخل والخارج وهذه الاجراءات اللي تقوم بها الحكومه، يقوم بها البنك المركزي، منافذ البيع،
كل هذه الإجراءات إلى أي مدى حسب وجهة نظرك راح تسهم في ردم الهوة بين سعر الصرف بالدينار والدولار؟ نعم طبعاً الحسبة الأولى اللي قدمها البنك المركزي دلالة على فهم المشكلة تحديداً. البنك المركزي صنف الحوالات، عزل الحوالات المتعلقة بشراء العقارات، يعني اللي يريد يشتري عقار بايع عقار من برا أو يريد يشتري عقار من برا يحول فلوسه، أو يبيع عقار الداخل ويحول فلوسه، والأموال المتعلقة بالحوالات المرتبطة بالقضايا الصحية وقضايا تدري الطلبة يعني اللي يدرسون خارج العراق، والحوالات الصغيرة اللي تديرها ويسترن يونيون ومونيغرام، وكثير من ذني الحوالات اللي هن ما لهن تصنيف تجاري مباشر، ذني دا يحاول البنك المركزي يمررهن بسهولة، يعني ما لهن تصنيف، ما يحتاج يدخلن سويفت وهذا السويفت انه اني استورد بهن كذا وكذا، وهذا كان خطأ سابق عندنا. يعني هاي الحموات كانت تطلع ويبرزوا لها استماره انه استيراد طماطه وغيرها حتى يطلعون. تصور اموال شخصيه اذا تريد تطلع كانت تحتاج تمرر عن طريق فاتورات وفاتورات مزوره. فالخلل الداخلي اذا احكي لك، ففهم الخلل الداخلي من قبل البنك المركزي ومن قبل المسؤولين قد يكون هو بدايه الحل. هذه الاجراءات الحزمه الاولى هي واحده من يعني من تبشر بخير، يعني تبعث انه بالامل انه اكو فهم واضح للعملية التجارية بالعراق وإدارة الأموال داخل العراق وكيفية إدارة الحوالات للخارج. فالحزمة اللي أنا أعتقد جيدة جدا، وهذه الحزمة تمرر بكل الطرق، راح يقولها في التعليمات معينة وراح تمرر، وهاي فتتمثل 5-10% أقل أكثر من الحوالات اللي هي ممكن أنت يعني تمرر، وبعد أنت راح تختفي جزء من المشكلة عن طريق هذه الحزمة. بقية الحزمات اللي هي متعلقة بالتجارة وهي الأهم، هو إحنا دا ننتظر شلون أدوات البنك المركزي بإقناع التجار لتمويل حوالاتهم بصورة صحيحة داخل الأنظمة المصرفية. هو فقط هذه المشكلة رغم بساطتها رغم تعقيدها، إنه بسيطة لأن أنت تحتاج التاجر يجي للمصرف ويسوي حوالاته، ومعقدة لأن التاجر ما يجي. يعني هي ترى بهالبساطة. إجابة على الأستاذ صباح من الجماعة راحوا للفدرالي الأمريكي التقوا وياهم باسطنبول، نزل السوق لأن هو هنا المزاجيات، هذه السمع الإشاعات المؤثرة، وهذا ما له علاقة، مو الفدرالي راح نزله. سبب ارتفاع الدولار ترى سبب واحد وبسيط شخصناه من بداية الأزمة، هو من صار اكو سيستم ما حد يروح للسيستم، ده تروح الفلوس تهريب، يعني ده تجري الحوالات لكن بطريقة جديدة وطريقة يعني قديمة جديدة، طريق التهريب. واليوم تقارير صحفية تتحدث عن أكثر من 70 مليون دولار تخرج تهريب برا، احنا طيب. نسموها تهريب لكن هي شنو أساسها حوالات. أطيب ملاحظة أخرى، احنا بالسابق حتى ما قبل هذه الأزمة ترى حوالاتنا ما يتقبلها دول العالم، يعني المصارف حول العالم ما تتقبل حوالاتنا، مصارف محددة حول العالم من ضمنها المصرف العربي الأفريقي في دبي اللي هو مسيطر على أغلب الحوالات العراقية. نعم. هذا هو يتقبل الحوالات من العراقيين وبعدين يعكسها لدول العالم. بمعنى آخر، طبيعة حوالاتنا هذه اللي ما بها معلومات وما بها بيانات وما بها، هذا أصلاً يعني حوالات مشبوهة، فبالتالي ماكو قبول إلها، ماكو قبول إلها بالعالم. لا تصور أنه فقط الولايات المتحدة عينها علينا وهي سابوتنا مضايقة، لا، حتى الآخرين، حتى الصين إذا يسأل أستاذ صباح يسأل التجار، حتى الصينيين بالعادة ما يستقبلون مثل هذه الحوالات أو يسووا لها بلوك. يحتكروها في بعض الحوالات اذا يتقوا طيب. ويا تجار يسووا لها بلوك للحوالات، هذا نتحدث في وقت سابق. فاكو مشكله في عمليه اداره الحوالات بالوقت السابق، وهنا داخليا من الدول بسبب هذه بسبب هذه المشكله مسيطره مجموعه من المصارف على فروقات سعر الصرف ومسيطره على قضايا الحوالات وتبيع الحوالات لمكاتب الحوالات. هاي المعضله الكبيره الفوضويه لمده 20 سنه اليوم من تريد تحلها، لكن تحلها بالطريقه الامريكيه اللي هي تريد فتشي نظامي ومثالي. اكو طريقه امريكيه واكو طريقه اداره ازمه بطريقه اخرى. احنا مشكلتنا في اداره الازمه، احنا مشكلتنا انتظرنا الازمه. اريد اكسب الوقت مع حضرتك استاذ صباح. تفضل استاذ صباح، نتحدث عن اداره الازمات. يعني على سبيل المثال ايران ما تتعامل بالدولار وفرض حصار يعني متقع من قبل امريكا 40 سنه، بالتالي اقتصادها لم ينهار لحد هذه اللحظه.
اكو زياره لوزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ويا 25 شخصيه من المؤمن راح يلتقون الرئاسات الثلاث، بالتالي هل هنالك مسارات عمل جديده، ربما سوق عمل، ربما تفتح افاق جديده للتعامل وانعاش الاقتصاد العراقي من جهه اخرى وتفك الخناق على العراق؟ يعني انا اعتقد هذا الوفد وان كان برئاسه وزير الخارجيه لافروف وكان يعني هنالك وفد كبير يعني حسب وصف، وراح يتم النقاش الجانب الاقتصادي والتجاري وكذلك الصناعي. نعم العراق لديه علاقات تاريخيه مع روسيا، ويعني هذا نذكرها في النظام البائد وحتى في الحكومات السابقه، لكن اعتقد بان هنالك معادله مهمه. هذه المعادلة بأن هذه المنطقة غرب آسيا أو هذا ما نعبر عنه المجال الحيوي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من الصعوبة اختراقها من قبل روسيا وكذلك من قبل الصين وباقي الدول. هذا أنا أعتقد بأنه هو سوف يضع يعني الجانب العراقي أمام حرج بأنه كيف سوف تكون التوجه إلى روسيا أو كيفية التعامل ضمن اتفاقات. أنا أعتقد بأن هنالك يعني محددات لهذه القضية، قد يكون الجانب الأمريكي هو يتدخل، والسبب بأن الولايات المتحدة تنظر إلى العراق هو جزء من مصالحها، وبالتالي يعني لابد أن يكون هنالك ضوءا أخضرا أمريكيا للعراق للتعامل مع روسيا. لحد الآن الولايات المتحدة تهيمن تسيطر ولديها نقاط ضغط على الحكومة أو الدولة العراقية. هذه محاولة قد تكون محاولة قد تكون ناجحة بنسبية معينة من قبل الجانب الروسي، لكن انت مثل ما تعرف يعني هنالك صراع ما بين روسيا واوكرانيا، واوروبا الولايات المتحدة الامريكية هي الداعم الاكبر لتغذية هذا الصراع، وبالتالي هنالك كسر عظم ما بين الطرفين. نعم استاذ صباح، كيف يسمح لروسيا ان تدخل الى الاسواق غرب اسيا والعراق هو جزء من هذه الدول؟ انا اعتقد هذه القضية قد تكون امتحان او خيار صعب امام حكومه السيد السوداني، كيفيه التعامل مع هذا الوفد وكيفيه استرضاء الجانب الروسي. بالتاكيد راح نفرد لنا ملف خاص عن هذه الزياره في حلقه الغد ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ صباح العقيلي، عضو مركز الهدف التحليل السياسي، والشكر كثير لحضرتك الاستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي، اثريتما الحوار في هذا الملف. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الاحبه. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. تشكل الصناعة الدوائية رافد مهم الروافد تحريك الاقتصاد الوطني بعد سنوات عجاف من انخفاض نسبة الناتج المحلي من الأدوية. أعادت وزارة الصحة تفعيل هذا الملف بالاشتراك مع بقية الدوائر المعنية بما يحقق النقل النوعية ويلبي متطلبات البرنامج الحكومي. خلونا مشاهدينا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعده إن الزميل علي حبيب. استمرارا لمسيرة التنمية الشاملة والطفرة النوعية لقطاع الصحة، تسعى وزارة الصحة لتوطين الصناعات الدوائية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وهذا ما تم بحثه في اجتماع رئيس الوزراء مع رابطة منتجي الأدوية في العراق، بما يحقق الأمن الدوائي من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية وتذليل العقبات وفق جداول زمنية تكون فيها المصانع الحكومية وشركاتها في القطاع الخاص مهيئة لرفع قيمة الناتج المحلي. طبعا تشجيعنا هو بناء على اجتماعات مشتركة مع رابطة المصانع الوطنية ومع نقابة الصيادلة والمختصين في وزارة الصحة ووزارة الصناعة. هذه الجهات هي الجهات الفاعلة بهذا المشروع. متطلبات اللي سهلناها في وزارة الصحة معظمها كانت مطالب للمصانع الوطنية، وكان هناك صعوبات في تدليل هذه المصاعب، لكن الحمد لله والشكر خلال هذه الفترة ذللنا معظم هذه المصاعب اللي يتعلق بالتسجيل، اللي يتعلق بالتسعير، اللي يتعلق بالكلف التخمينية، اللي يتعلق بتجديد الإجازة، اللي يتعلق بنوعية الفحوصات وكثير من القضايا الفنية. هذا العمل الذي تخطه وزارة الصحة مع المؤسسات الأخرى الرئيسة والرديفة سيسهم في تطوير قطاع المنشآت الدوائية، فهو واحد من المجالات الواعدة في العراق والتي تتطور لعدة أسباب، أهمها ما يمتلكه من ممكنات ومقومات ذاتية تتعلق بتوافر الأيدي العاملة وزيادة الطلب المحلي،
وبذلك تكون الأولوية له في التداول داخل المؤسسات، خاصة وأن جميع مراحل تصنيعه تتم وفقا للمواصفات المعتمدة عالميا. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحباء بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور سيف البدر مدير إعلام وعلاقات وزارة الصحة. أهلا بك دكتور، حياكم الله. وكذلك انضم معي عبر سكايب الدكتور عبد الرحمن عباس السامرائي مدير معمل أدوية السامراء، حياكم الله دكتور عبد الرحمن. أبدأ مع حضرتك دكتور سيف، نتحدث يعني وزارة الصحة بدأ واضحا عملها بأنها بدأت من العموم إلى التفصيلات، ودخلت في تفصيلات التفصيلات، ملف الأدوية ملف مهم وحساس يمس يعني كل المواطنين العراقيين. بالتالي لما تطبق البرنامج الحكومي دعم منقطع النظير من رئيس الوزراء، رابطة منتجي الأدوية في العراق، الاتفاق على عنوانات مهمة في توطين الصناعة الدوائية، كل هذه الإنجازات في أي مرحلة من الأولويات نضعها؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. تحية لجنابك المشاهدين الكرام، وأشكر اهتمام ومتابعة فضائيتكم بشكل يومي لكل ما يخص الشأن الصحي. سيدي الكريم اللي تفضلت به، نعم هو من أولويات الحكومة الحالية ضمن البرنامج الحكومي، ومن أولويات سيد وزير الصحة. بشكل يومي هناك متابعة حثيثة وجادة لكل ما من شأنه إعادة النظر بمجمل السياسة الدوائية، هذا العنوان العام اللي أعلنه السيد وزير الصحة الأستاذ صالح الحسناوي، حول إعادة النظر بطريقة التفكير بالسياسة الدوائية وأسلوب توفير الأدوية وحسب المستجدات والمعطيات الحالية. ولذلك كان من أهم الأولويات هو دعم الصناعة المحلية، سواء كان في المعامل أو المصانع الحكومية كمعمل أدوية سامراء، وأيضا المصانع الأهلية بزيادة الاعتماد ونسب التوفير من هذه الصناعات المحلية. وهذا ما كان فعلا الأسبوع الماضي، هذه المقتطفات اللي عرضتوها من مؤتمر صحفي مهم للسيد وزير الصحة، كانت فضائيتكم حاضرة مشكورة. بيّن السيد الوزير مجمل المنجزات في المشروع الذي أطلقه، وهو مشروع توطين الصناعة الدوائية، وبالأرقام وبالمبالغ التي تم التعاقد حولها من الفقرات العلاجية الأدوية والمستلزمات الطبية، وبأعداد الفقرات العلاجية التي تجاوزت حوالي 160 فقرة علاجية مختلفة أدوية ومستلزمات طبية. ووزارة الصحة ووزير الصحة مستمرون بهذا النهج، وسيكون هناك مجمل بشكل دوري ربما شهري حول ما يستجد من إنجازات متراكمة في هذا القطاع. اجتماع يوم أمس هو اجتماع مهم ويندرج ضمن أولويات الحكومة الحالية بدعم الملف الصحي وتطويره، وهو ما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية من داخل مقر وزارة الصحة، من مكتب وزير الصحة، بحضور السيد الوزير والكادر المتقدم للوزارة. أعلن أن الملف الصحي هو أولوية من ضمنه موضوع إعادة النظر بالسياسات الدوائية ودعم المنتج الوطني المحلي، وإن شاء الله القادم أفضل، وسنطلعكم عليه باستمرار. بالتأكيد دكتور، أرحب مجددا بحضرتك دكتور عبد الرحمن. نتحدث عن الصناعة الدوائية، بطبيعة الحال هي محرك أساس في دعم الاقتصاد الوطني. بلغة الأرقام، وحضرتك متخصص في هذا الجانب، كم تبلغ نسبة العراق أو إنتاج العراق حاليا من الدواء، وكم ترفد فوائد وعوائد هذا القطاع لخزينة الدولة؟
العلمي. نعم دكتور عبد الرحمن تفضل. نعم اولا السلام عليكم. عليكم السلام. قناة الايام الفضائيه على اهتمامها بهذا الموضوع المهم. ونشكر الاخ العزيز الشيخ الكريم على ما تحدث به. حياكم. بالنسبه للصناعه الانضوائيه وما يتعلق بالاجتماع اللي حصل يوم امس وكيف حاضر هذا الاجتماع المهم وتاكيد دوله رئيس الوزراء على موضوع توطين الصناعه الدوائيه. بالنسبه للصناعه الدوائيه من المفاصل المهمه جدا في العراق وعلى مستوى الوطن العربي على مستوى العالم. اليوم احنا عندنا شركه دوائيه عملاقه اكبر شركه دوائيه في الشرق الاوسط منذ تاسيسها بالنسبه لها اخذت السوق العراقيه بمئات المستحضرات الدوائيه حقيقه من المستحضرات اللي تنتجها شركه الجيش العراقي هي ادويه مختلفه بمصانع مختلفه عندنا مصنع الحبوب ومصنع الخاص ما يتعلق بالبكريات والمراهم والمضادات الحيويه والمعلقات والاشربه اضافه الى المستحضرات اللي خاصه بموضوع الضغط والدهون. القطاع الدوائي بالنسبه للسوق العراقيه حقيقه متخصص بالادويه النوعيه وما يكون انتاج المحيط الادويه لا يغطي مع القطاع الخاص نسبه 10%. نعم. من 12 يعني من 10 الى 12 مستمعا القطاع العام والقطاع الخاص ما يقارب 88% يتم استيرادنا في خارج العراق. اليوم الطموح هو لتوفير الصناعه الدوائيه، اذا علينا توفير بيئه امنه، توفير بيئه تكفي تتطلب رائحه الجي ام بي التصنيع الدوائي الجيد حتى نكون نوصل الى مراحل متقدمه. نعم. لتحقيق متطلبات وزاره وارشادات وزاره الصناعه العراقيه ووزاره الصحه بناء على التعليمات ومتطلبات العمل للمنظمات العالميه كالـ SDI. طيب. دكتور نعم السوق العراقيه سوق مرتبطه ارتباط كامل بمتطلبات الصحه العالميه لتحقيق ذلك انه نحتاج الى بنيه تحتيه رسميه الى مصانع رسميه. فبالنسبه لشركه ادويه سامراء اليوم عندها مشاريع عملاقه لتهيئه النظام الحديثه فيما يتعلق بنظام الجي ام سي وهذا اهم نقطه واهم نقله نوعيه بالنسبه لشركه ادويه سامراء لرصد السوق العراقيه. طيب دكتور سيف يعني نتحدث عن وزير الصحه اللي يعني في مؤتمر اكد على اهميه دخول القطاع الخاص والشركات العالميه كشريك اساسي في احداث النهضه الدوائيه. ترى الى اي مدى من الممكن ان يكون هذا الموضوع مضمن في البرنامج الحكومي ويكون من ضمن الأمور التي تتابع من قبل رئيس الوزراء ومن قبل وزير الصحة كي نحقق إنجاز ملموس في هذا الجانب؟ طبعا التواصل مع مؤسسات صناعية الدولية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية أمر ضروري خصوصا في بلد يعمل على تطوير وتوطين صناعته المحلية وهذا الأمر موجود في كل بلدان العالم. الآن التواصل صار أسهل وأسرع وهناك شراكات تعقدها الحكومة العراقية ووزارة الصحة ومذكرات تفاهم توقع مع عدد من البلدان لأجل تطوير مجمل الخدمات الصحية من ضمنها أيضا موضوع الصناعة الدوائية تبادل الخبرات. تعرف أحيانا تصنيع الدواء يعني عملية معقدة جدا ربما يكون مرحلة من مراحله غير ممكنة لسبب أو لآخر مثل موضوع الاستقدام الطبي مثلا إذا صح التشبيه فيكون مرحلة من مراحله بالتعاون مع جهة أجنبية وإكمال هذه المراحل وتسويقها يكون من خلال المصانع المحلية العراقية أو بالعكس. هذا الأمر موجود في كل بلدان العالم. أحيانا نسمع عن حتى مؤسسات دولية يعني يكون تصنيع منتج معين في عدد من الدول وهكذا. التوجه العام هو نحو زيادة نسبة الاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة الفقرات العلاجية حتى الفقرات يعني بالأمراض المعقدة إذا صح التعبير يعني كالحالات السرطانية مثلا وغيرها هذا اللي تعمل عليه الوزارة وطبعا مختلف أشكال العلاجات. إذا تسمح لي تخصص فقرة حول موضوع نعاني منه دائما ولعل الضيف الكريم أوجه له التحية احترام دائما يلاحظه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض الأخوة الإعلاميين دائما لما يكون هناك توجه حكومي من مؤسساتنا للاعتماد على المنتج المحلي ولا أعني
بالضرورة الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، دائما تكون هناك حملات تشويه للمنتجات المحلية ومغالطات وادعاءات أحيانا. أنا لا أنكر أنه قد تكون هناك مشاكل في التصنيع كما يحدث في أي مكان في العالم، لكن واضح جدا للمتابع أنه هناك توجه نحو ضرب أو تشويه الصناعة المحلية. تشخيص جدا سليم دكتور سيف، هو أسألك عن هذه الصورة النمطية بصراحة، لأن هذا الموضوع أيضا حساس، يعني المنتجات المحلية العراقية، المنتجات الدوائية بالخصوص بحاجة إلى إعلام شريك مع وزارة الصحة حتى تكون أنه هنالك معادلة، يعني من أبرز سماتها أنها توازن بين من يشوه وبين من ينشر هذه الصورة الحقيقية. ويعني ليس فقط وزارة الصحة إذا تسمح لي، ليس فقط وزارة الصحة، مطلوب أيضا من الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية ومنكم أنتم كإعلام مهني مستقل، لأن بالنهاية وزارة الصحة يعني إحنا قد يقال أنكم تدافعون عن عملكم وعن منتجاتكم وهكذا، مع العلم أن معمل أدوية سامراء ما تابع مثلا ما تابع لوزارة الصحة وتابع لوزارة الصناعة وهكذا. قد يقال أن الإعلام الحكومي يدافع عن منتجاته، إحنا نحتاج دوركم أخي الكريم، دور الإعلام المحايد كجهة مستقلة ومراقبة، وطبعا دائما نحتاج اللغة العلمية المستندة إلى الحقائق والوقائع وليس على آراء شخصية مع احترامي لا تستند أو لا تتوافق مع المنهج العلمي. أكرر يعني يحتاج هذا الموضوع بعض التوضيح، إحنا كل ما وزارة الصحة بكل صراحة نتجه نحو الاعتماد على منتج محلي مقابل منتج عالمي، وهذا الأمر موجود في كل بلدان العالم حتى في بلدان المنشأ. هاي نقطة أتمنى تتأكدون منها من الإنترنت، أحيانا في سويسرا أو أمريكا مثلا ما يعتمدون على المنتج البراند ويتجهون إلى منتجات أخرى أرخص أسهل توفيرا. النقطة الأساسية أنها تتماشى مع المعايير المعتمدة في هذا البلد وفي العراق. كل اللي ذكرت جنابك من دعم للمنتج المحلي لا يعني أبدا، هاي نقطة مهمة وأثيرت في من قبل بعض الأخوة، أن المنتج أقل جودة. لا يمكن أبدا الاعتماد على أي منتج عراقي أو غير عراقي إذا لم ينجح بالفحوصات المعتمدة من قبل الدولة العراقية. حتى المناشئ العالمية لابد ويجب أن يدخل في سلسلة فحوصات دقيقة ومعقدة قبل أن يطلق الاستخدام، سواء كان في القطاع الخاص أو العام. دائما نعاني من مشكلة الإساءة والتضليل للمنتج المحلي. الإعلام له دور شريك ورئيسي في هذه الحالة، وحضرتكم ما مقصرين، وأيضا إحنا على قدر ما نستطيع مساندين ومؤيدين في كل الخطوات. دكتور عبد الرحمن يعني يتحدث عن مشروع توطين الصناعات الدوائية، كما مشار من صورة الأولى هناك مؤسسات كبيرة راح تشتغل وتتخادم فيما بينها للوصول إلى النتائج المرجوة. طيب شلون راح يتم التنسيق والعمل داخليا بين هذه القطاعات الداخلة والمتشاركة بهاي المهمة؟ بالنسبة لموضوع الصناعة الدوائية كبير سامح الخبرات التقنية بالنسبة لمختلف القطاعات بالجانب التحليلي مثل ما يتعلق بالبيئة الإنتاجية، لدينا تراجع متقدمة، لدينا مركز باحثي، لدينا علم مستقبلية فيما يتعلق بالدولة مع شركات أخرى. يعني اليوم احنا مثلا توأمة صناعة دوائية مثلا مع شركات عالمية، اليوم المصانع الأهلية الموجودة في العراق يقارب 24 مصنع. ال 24 مصنع الغالبية بالنسبة لها هي تثبت خبرتها من شركة أدوية سامرة، وشركة أدوية سامرة هي شركة أم بالنسبة لهذه المصانع. الخبرات انتقلت من شركة أدوية سامرة بتواجد كانت متنوعة منذ أنشئ مصنع أدوية سامرة إلى اليوم، هو تنوع علمي وتواجد فني متميزة، نقلت الخبرات اللي حصلت عليها من خلال استفادتها من الشركات العالميه والخبرات الخارجيه. اليوم نريد ان ننتقل من هذه الصوامع وبالتنسيق مع المصانع الاهليه نحتاج الى خطه انتاج سنويه، نحتاج الى مواضيع تقييم ما يسمى بالجهد الدوائيه حتى يكون عندنا تصور كامل عن حادث السوق العراقيه، وحتى يكون عندنا تنسيق عالي فيما يتعلق بحادث السوق. قد نقدر نغطي اليوم ما ممكن ان يكون بدون خطه سنويه، خطه مسبقه فتحاكي الزيادة التقنية في مستهلكات العراق،
اليوم الشعب بالنسبه الى في حاله تجاره سكان سوريا نحتاج الى تخصيص نسبه للسعوديين ما يسمى موضوع الامن الدوائي. اليوم نحتاج الى نقله فعليه اللي هو شراكات حقيقيه مع المقاومه التحقيق الصالح. وكذلك نحتاج الى نقل الخبرات. اذا ما يكون عندنا مشروع في هذا الاتجاه مثل النظره المتكامله في تغطيه ما يمكن يكون عندنا خطه بالنسبه لها خطه طويله الامد وقصيره ومتوسطه. حتى لو نقل من فتره زمنيه الى موضوع انه ممكن نغطي 50% من السوق العراقي. لا يمكن تغطيه حدث السوق العراقيه بشكل ولكن الاعتمادية أيضا مهمة على هذه الأدوية، خصوصا وأنه إذا كانت هنالك علاقات تشاركية مع شركات رصينة والمنتج يبقى محافظ على هويته العراقية. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن عباس السامرائي مدير عام معمل أدوية سامراء، حدثنا عبر سكايب من سامراء، شكرا جزيلا لك مرة أخرى ولحضورك معنا في الاستوديو ضيفا كريما دكتور سيف البدر مدير إعلام وعلاقات وزارة الصحة، تفضلت بإثراء الحديث، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.